هل سيدنا موسى كان يدرك تمام الإدراك أن الله تبارك وتعالى سوف يعلي من همته حينما قيل له أن جنود فرعون خلفنا والبحر أمامنا قال كلا كلا إن إنها معي يا ربي رب سيهدين. سيهدين؟ يعني سيدنا علو موسى، الهمة عند سيدنا سيدنا موسى موسى كده. أولا من أولي العزم، وهو صاحب همة عجيبة، حتى كان جهوري الصوت، كان يعني يمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام ويسأل من هذا، صوت من أسمع يا جبريل؟ قل هذا صوت أخيك موسى في قبره، سبحان الله، يجأر إلى الله بالدعاء. قال ولم يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها. سبحان الله. يعني هو في الحق، ولذلك لما ربنا قال اصطنعتك لنفسي. لا لا، هكذا هذه قوة علو همة عند موسى، حتى لما رأى بني إسرائيل وقد اتخذوا العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح فيها كلام الله. يعني هذه ثورة في الحق. الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، وكان لا يرى مغضبا ولا غاضبا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. في أتشفع في حد الله يا أسامة حتى نفر منه العرق الهاشمي؟ نعم. إذا والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هكذا سيدنا موسى بعلو همته بكل هدوء، ليس هدوء يعني هدوء داخلي قبل أن يكون هدوء خارجي. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا هذه لماذا؟ لأن معي ربي. وبالله عليك من كان في معية الله، شوف انظر القضية مهمة. أن يقول إن معنا يعني معذرة، يعني إذ ربما يجوز في خارج القرآن الكريم إن معنا ربنا. أولا سيدنا موسى يتبعه أناس سبحان الله يعني من قبل يعني أو من بعد ما جفت أقدامهم بعد من ماء البحر، حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، يا موسى لا نصبر على طعام واحد. اليقين كان مذبذبا حتى في آخر المطاف لما سأل يعني أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ماذا صنع؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولولا أنه يضمن أن أخاه رسول لما ضمنه. سبحان الله. ولهذا قال إن معي للاطمئنان، يطمئنهم يعني. لا شك. وإذا كان معي وأنتم معي فأنتم إن شاء الله رب العالمين ناجون. طب استطراد جانبي معذرة للحديث خواطر. في الغار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحضرنا قال لأبي بكر إن الله معنا. فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. بالضبط، لم يقل إن معنا. وقدم كريم الله موسى لفظ المعية على لفظ، ليس سوء أدب من الكريم، وهو مؤدب من ما أدبه ربه عز وجل. لماذا؟ الجالس مع الرسول في الغار يعني رجل على وشك ان يكون على درجه يعني هو يعني درجه النبوه ثم تليه درجه الصديقيه، ابو بكر لديه همه عاليه اعلى همه. فأين كانت الهمه حينما قال لو نظر احدهم تحت قدميه يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقط لماذا؟ لأنه في الطريق يسير أمامه ويسير يمنة ويسير يسرى ويسير يقول إن الرصد يعني، فلو جاءت الضربة تكون في أنا فبموتي وبقتلي قتل رجل شخص وبقتلك أنت قتل أمة. إذن يعني ويدخل الغار قبل أن 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 أن, أن يدخل الرسول لكي يطمئن أن ما في شيء في الغار. ثم عائشة تقول والله كنت أسمع من يبكي من الفرح وما رأيت، ما شافت حد يعني لم ترى إنسان يبكي إلا أبا بكر. إيه أبا بكر؟ لما بشر بالهجرة مع رسول الله بكى من الفرح، مع أن السائر مع هذا الإنسان مقضي عليه. طيب هذه المعارك. تعال إلى سيدنا موسى. تفضل. الرسول يقول لأبي بكر إن الله معنا، لأنه يكلم الصديق الذي يقول من قبل إن كان قد قال فقد صدق. فلما يسمع لفظ الجلالة تطمئن نفسه. هؤلاء قوم الفزع في داخلهم، طبيعتهم هكذا. طبيعة هؤلاء نعم القوم نعم. سبحان الله. فموسى يقدم سيدنا موسى يقدم لفظ المعية على لفظ الجلالة لأنه معه قوم الخوف والهلع ديدنهم وطريقتهم وأسلوبهم في الحياة وخلقهم، فيأتي بلفظ المعية ليطمئنهم، لأنه لو قال إن ربي ربما ينصرف عنه ليس لديهم همة عالية، ليس لا همة ولا إيمان ولا صدق ولا يقين. لكن سبحان الله ده حتى السبعين المختارين نعم. قالوا لا إن فيها قوما جبارين يستطيع الواحد أن يأخذ الرجل منا في قمه. سبحان الله. اذهب أنت وربك فقاتل. إنها نعم. هذه همة دينية. طب يا مولانا يعني لنقترب من الواقع أكثر فأكثر. تعالى. هذا شأن الأنبياء نعم. وشأن الصديقين ما رأى منهم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. وما رأى المعجزات نعم.